السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير جايب لكم تجميعتي عام 2019. طيب يا جماعة الخير، تجميعتي زي ما تشوفون عبارة عن RTX 2070 من MSI، وعندي المذر بورد من جيجا بايت البي 540، والمعالج عندي اللي هو الرايزن 7 2700X، وعندكم الكيس العجيب ذا ماستر بوكس الـ MB 530P، واخذ من السوبر لوز 300 هرتز او ميجا هرتز او ما اللي تسميها، نسيت الله التسميه حقتها، رامات 16 جيجا و2 تيرا من سي جيت، وبرضه اخذت اس اس دي 250 من تي فورس، وبرضه من اي في جي اي اخذت الباور سبلاي. هذه تجميعه جمعه اخر 2019. طبعا اخذت التجميعه هذه للمونتاج وللجيمنج والاكثر من شيء. فانت كجيمر هل انت مطالب انك تاخذ التجميعه هذه؟ لا، لكن انا راح استعرض لكم القطع وراح اركب لكم الجهاز، لكن ما راح احط التركيب لانه راح ياخذ وقت من وقت الفيديو، ولا بيطول الفيديو هو قصير زي ما يقولون، لكن راح اوريكم شكله بعد التركيب ان شاء الله، وراح احط لكم جميع القطع الموجوده في الوصف. فما بيطول عليكم اكثر من كذا يا جماعه الخير، معكم باسل من قناه سوكا، خلينا نشوف البي سي. Heads up, new kill leader. Void jumping. Body shields here. Level one. Marking our surroundings. A portal. Target over there. Portal's ready. Attention. The champion has been eliminated. Thank you.
وإلى هنا يا جماعة الخير خلص الفيديو حقنا، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، لكل شخص وصل هنا يعطيك ألف عافية ما قصرت. وجماعة الخير أنا موجود دائما للمساعدة، راح أحط لكم انستغرام تحت في الوصف، اللي يبغى أي شيء تجميعة، يبغى يركب له تجميعة أي شيء راح يكون في الوصف، وإن شاء الله أني أفيد أكثر قدر من الناس. فيا جماعة الخير هذه هي التجميع اللي عندي، أتمنى يعجبتكم، واكتبوا لي تعليقكم تحت وإيش رأيكم وإيش نعدل عليه وإيش ما نعدل. وكان معكم باسم من القضية سوكا، والسلام عليكم.